احنا كعرب احنا كنا من أوائل الأمم اللي بدأت في أدب الرحلات، ودخلنا في مراحل متقدمة في أدب الرحلات. وللأسف أدب الرحلات هو انعكاس حق مدى ثقافة المجتمع ومدى سيادة هذه الأمة على العالم. فكل ما تطورت الأمة راح يتطور معها أدب الرحلات، لأن تصير الأمة الجغرافية هذه ما تشبعها، تبي تشوف شنو في وراها البحار وشنو في وراها الجبال وشنو في وراها المحيطات. لذلك احنا كعرب من ابن فضلان أول من كتب عن الفايكنجز اللي احنا يمكن ما سمعنا عنهم الا مؤخرا اصلا من المسلسلات ابن فضلان، ابن جبير، الادريسي، ابن بطوطه، هؤلاء اسماء كانت جدا لامعه وعندهم مجلدات ضخمه تصف رحلاتهم. الاسماء الغير معروفه في ادب الرحلات اكثر من الاسماء المعروفه. الان عندنا مئات من 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 تراث ادب الرحله مجهول المؤلف، ما نعرف من مين المؤلف، لكن وصف حق الامصار وحق الطرق وحق الجغرافيا دقيق وجميل جدا. فهذا شيء. الشيء الثاني، احنا كعرب ميزتنا الأساسية وقوتنا الأساسية في اللغة اللي احنا نملكها، لغة مرنة جدا فيها كمية كبيرة من الأوصاف وفيها دقة في الأوصاف. انت كعربي لما تقول انا نزلت في بغداد غير لما تقول رحلت الى بغداد، غير لما تقول مررت ببغداد، غير لما تقول نمت في كل مرادف له معنى مختلف عن الآخر. فهذه اللغة الجزيلة مكنتنا من احنا نكون سادة في أدب الرحلة. للأسف مؤخرا احنا كأن طواعية تنازلنا عن هذا الامتياز. صحيح. اللي احنا كنا نملكه. فاعتقد الجيل الجديد من الشباب الان مطلوب منه انه يعيد ادب الرحله. المشكله تاتي وين؟ ان نمط شخصيه الرحاله غالبا ما يكون انسان يعني مهتم حركي جدا ويحب الانشطه ويحب الحركه، بينما نمط الكاتب هو انسان يميل الى الانطوائيه والهدوء والتركيز والكتابه. فانا اللي اسويه وانا مسافر، طول ما وانا مسافر معي نوت اسجل فيه كل الملاحظات، الناس اللي تعرفت عليهم، الحوار القصير اللي بيني وبين هالشخص، كل شيء مسجل، كل شيء اسجله بالنوت عندي. بعد ذلك لما ارجع ابدي ابيض هالنوت هذا وافكر بسيناريو حق الكتابه عن هالبلد، لانك انت اليوم لازم تكتب بحس درامي. احنا اليوم عايشين بعصر الروايه.